يا ترى الخيوط الستوك تنفع تكون حلوة وأقدر أشتغل بيها الكروشيه التونسي ولا لأ؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. أهلا بيكم وفكرة جديدة. في حد سألني من قبل ان الخيوط الستوك هل هتطلع حلوة في غرز معينة ولا الخيط هيطلع تخين ووحش في شكل الغرزة. عايز اقولك ان نظرية او فكرة انه ده خيط ستوك وده خيط اصلي، ده خيط تركي، الكلام ده كله كلام فارغ. صراحة انا مش بشتغل بالاسلوب ده خالص لسبب بسيط. انا بشتغل بحاجتين اتنين: اولا ملمس البقرة وانا بشتريها، يا ترى البقرة دي ناعمة او خشنة، وده سبب بسيط جدا. في ناس يعني لما بتيجي تطلب مني اوردر معين او حاجة معينة بيبقوا عايزين النسيج شكله فخم وفي الوقت نفسه يكون ناعم، حتى لو رجالة. في ناس تانية بيبقوا عايزين الحاجة هارد وتستحمل، ولذلك شوية يعني بنستخدم خيوط تكون يعني نص خشنة مش خشنة قوي، بنعمل غرز تناسب الخيط ده. ولكن فكرة ان الخيط تخين عشان هو ستوك، لا، في خيوط ستوك ورفيع تبقى حلوة قوي. يعني الخيط اللي انتوا شايفينه ده خيط ستوك، وعلى فكرة طلعت منه نتيجة تحفة تحفة فعليا، وكروشيه عادي مش كروشيه تونسي خالص، وطلع شكله حلو قوي. خيط زي الخيط ده عملنا منه غرز الضفيرة فعليا. الخيط ده لا بيوبر ولا بيمط، وياريت والله يعني لو ألقى منه مرة تانية. لا، أو خيط زي الخيط ده عملت منه برضو الغرزة دي، فعلا برضو ده كان من ضمن الخيوط الستوك وتحفة فنية. الخيط الأخضر ده مثلا، الخيط البيج ده او الجملي ده، البياع قالها لي كده هو استوكات، ولكن المصنع لما بيجي ينزله لنا بيحط لنا عليه ليبل عشان يتباع، مش عشان اي حاجه تاني، وعشان بس يكون لي اسم. يعني ما اعرفش هو الاسلوب اسلوب تصدير او ايه. الجماعه اللي هم التجار بتوع الحاجات دي، لو في حد بيسمعني يحط في الكومنتات هو ليه بيحطوا الليبل ده تحديدا. انا عن نفسي مش عارفه، انا كنت الاول بشتريه بدون اي ليبل. هي فكرة انه استخدم خيط ستوك او خيط مثلا تركي او خيط نظيف معروف، مش هو ده بصراحة الحكم بالنسبة لي لما بروح اشتري خيط. بلمس الخيط بشوف هو مناسب ليا او لا. يعني في ملمس خيط كده بينفرني من البداية بصراحة، ولو اشتغلت بيه يعني احس بقشعرة، مش بصراحة مش هقدر ان انا يعني اكمل بيه غرز ويفضل يعني يحك على ايدي، ففعليا لا مستحيلة. وفي خيوط تانية بيعجبني لونها زي الخيط ده. الخيط ده كان ب35 جنيه في وقتها تقريبا، الكلام ده كان من سنتين مثلا، كان البياع بيبيعه بشكل اوفر، ورحت اشتريت منه كمية وعملت منه الكارديجان ده وهعمل منه البلوزة بتاع العيد. ولكن هو فعليا اللون وثبات اللون فظيع. عيبه الوحيد ان هو لو سبتيه فترة وجيتي اشتغلتي بيه وسبتي القطعة دي فترة ورجعتي اشتغلتي فيها تاني وهكذا تلاقيها مطت منك. وطبعا ده حل كل الاقطان مش حاجة معينة. الخيط ده مثلا وانا بشتريه نعومته يا جماعة مش طبيعية وهش قوي. والخيط ده برضو كان فيه منه الكوفية دي، عملتها تحفة فنية بلبسها يعني رهيبة. الخيط ده انا اتخدعت فيه، الخيط ده سكرم ومش مفروض ان هو ستوك ولا حاجة، اليزا سكرم، ولكن اسوأ خيط في حياتي استخدمته. اولا خشن تحت الايد، عن البقرة تبان ان هي يعني ناعمة، في ناس بتحبها، انا اسفة لو ضايقتكم يعني، بس فعليا انا معجبنيش وبيوبر يعني فظيع. خيط قرطبة انا عملت منه الكارديجان ومفروض انه مش خيط استوكات خالص، ولكن اسوأ خيط في حياتي استخدمته لانه بيمط حتى وانا شغالة بيه، يعني فظيع فظيع بجد. انت تفضلي ايه ده براحتك، ولكن ما تفكريش بفكرة ان ده ستوك فهيكون شكل شغلي مش قد كده، لما اجي اشتغله بخيوط ماركات هيطلع واو. لا، يعني الجماعة بتوع برا بيستخدموا الخيوط دي، والخيوط دي فعليا احنا بنشوفها وانا بشيرها لكم على الانستا وعلى الميديا كلها عندي، ومع ذلك انا بقولك انه احنا بنطلع شغل احسن فعليا. احنا لما بنحب نعمل خيوط جانجو او حاجة يعني ما عندناش تعشيقات الالوان التحفة قوي دي، ولكن برضو بنطلع شغل ملوش حل. المسألة مش مسألة خيوط، انت اشتري اللي انت حباه وامشي تبع الحاجة اللي انت هتشتغلي بيها هتطلع معاكي تحفة. وشوفي الاول انت عايزة خيط يكون تخين، خيط يكون رفيع، نهينا عن هو استوك او ليه ماركة محددة، ولكن المسي البكرة وشوفي هي مناسبة ليكي او لطفلتك او للي انت هتشتغلي له او تشتغلي لها. شوفي الاول وافهمي العميل بتاعك عايز ايه، او انت لو هتشتغلي لنفسك شوفي الاول انت حابة الحاجة اللي هتعمليها تكون ملمسها ازاي، وبعدين ابتدي روحي نقي الخيط. كده فكرتنا النهاردة تكون خلصت، اشوفكم ان شاء الله في فكرة جديدة. تنسوش اللايك والشير. مع السلامة، باي.